أقامت مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في محافظة الزرقاء مخيما تدريبيا لأفراد الفرقة الموسيقية في منطقة العلوك شمال العاصمة عمان. وشمل المخيم الذي ضم ما يزيد على 30 مشاركا عددا من النشاطات ابتدأت بجلسات حوارية وإرشادية بين القادة وأعضاء الفرقة وتدريبات منوعة على عدد من المقطوعات والآلات الموسيقية. ويهدف المخيم الذي استمر لثلاثة أيام متتالية على تطوير المهارات الفردية والجماعية لأفراد الفرقة الموسيقية. شارك بالمخيم بحدود 33 كشاف وجوال وقائد، عملنا على تطوير مهاراتهم الفردية والجماعية. نشكر الله وحدنا معزوفات كاملين، وإن شاء الله السنة رح تشوفونا بالسي تبعنا الجديد اللي قدام شوي. وظيفتي أنا كجوال، كأنه شاب أنا بشتغل بالمجموعة، بشتغل بالحياة العملية، فلازم أفرجي الصغار شو لازم كيف تنتمي للمجموعة الكشفية وانتماء للفرقة الموسيقية. فأنا يعني بقدر أحكي لها سبب وجودي الرئيسي بالمخيم. بتعرف أنا بدرب الصغار اللي 8 سنين بالموسيقى، فهي وظيفتي الرئيسية أنا أكبر أنه الصغار خليهم ينتموا للفرقة الموسيقية، أنمي شخصيتهم، خلي عندهم ولاء للكشفية كلها. نشكر الله في هذا المخيم نجحنا في هاي الأشياء كلياتها وتحقق الهدف اللي احنا بدنا إياه، ونشكر الله طلعنا في صورة كثير كويسة ومرتبة، وعندنا الأعضاء ما شاء الله عليهم قدرنا نرفع من مستواهم في الفرقة الموسيقية في هذا المخيم. واليوم أنا جاي شو اسمه مخيم فرقة موسيقية، هاي أول مخيم إلي، قعدنا فيه 3 أيام بإشراف قادر كان فخوري، وأنا عاز شو اسمه على السنير، هاي آلتي المفضلة، وإن شاء الله أكون أيام الجاي عازف أساسي فيها. وفي ختام التدريبات سلم قائد المجموعة راكان فاخوري الشارات الخاصة بالفرقة الموسيقية على الأفراد المشاركين في المخيم.